عمار الميري الصحافي هذا يعني جبدنا جبد القناة وقال أنه يبدو أنه في مستشار أو شيء حاجة هكا للغرياني كان يعدلنا في تصور القناة أو قاعد يعدلنا في تصور القناة. قبل كل شيء أنت يعني هل هذا صحيح أم لا؟ حتى بس ما ندخلش في الناس أنا يعني ظلم يعني. لا هو قال ثم بعض الأشخاص اللي هم كانوا يخدموا في المنظومة القديمة واستعادوا بعض الأماكن الآن في أماكن حساسة ودقيقة جدا بوعي وبمعرفة أو من غير معرفة من أصحاب المؤسسات هذه، مثل أعطى مثال قال اسمه هو الصحبي بن منصور، هذا قال كان المستشار الإعلامي متاع محمد الغرياني الآن عنده علاقة بقناة الزيتون، هذا ايش قال؟ يعني لم يتهم ولم يقول شيئا آخر غير هذا. هو أخي العزيز الاعتراف بالخطأ أو بالذنب فضيلة، وانا اعترف بخطا اني في فتره معينه شغلت احد. بارك الله فيك على هذا الاعتراف. بارك الله فيك على هذا الاعتراف. لا انا نشكر فيك. نعم انا صحيح انه في قناه الزيتونه جات فتره واخطانا في بعض الاشخاص لم نكن نعرف تاريخهم، واخطانا في شخص يعني كان محسوب على النظام السابق ومقالاته كلها تشهد على ذلك، ودخلناه للقناه دون ان نكون علم يعني سبحان الله نخطئ. الشخص هذا للاسف هو الضيف اللي بحذاك اللي اسمه عمار الميري. فهمني السيد هذا كان حتى نحط المشاهد يعني في الإطار لماذا السيد هذا يتهجم على القناة الآن ويتهم وهذه. لا يا أسامة يا أسامة سمحني لحظة بركة أقول لك أنا معلومة. لم يتهجم على القناة، ما تغلطش، ما حبكش تغلط مع الراجل هو بحذاه. لن أسمح سمحني خلي أكملك، لن أسمح له ولا لغيره أن يتهجم لا على قناة ولا على إذاعة ولا على جريدة. هو فقط أورد معلومة في سياق الحديث على الناس اللي استعادت مواقع فقط، يعني حتى لا مش قضية شخصية رو بكم انتم بالقناة. نعم حتى اعطيك اكثر حيثيات على الموضوع تتفهم يعني هو التهجم او غير التهجم. هذا مش نظري انا تهجم، لانه السيد صاحبي المنصور هذا لا يشتغل في القناة ولا علاقة له بقناة الزيتونة. هو صحفي اعرفه صديقي صحيح لا انكر ذلك، لا اعلم ان كانت له علاقات سابقة بالنظام السابق او لا، هذا لا اعلم ذلك، ولكن هذا الانسان صحفي لا يشتغل في قناة الزيتونة، ربما زار قناة الزيتونة مرة بركة او مرتين في حياته مثل العديد من الصحفيين. نعم هذا في لحظة حتى اعطيك اكثر حيثية على الموضوع. لا يا اسامة رجاء يا اسامة سامحني رجاء، مانيش تدخلوا في الحديث هذا. انت قلت احنا معناها نعتذر اذا عملنا حاجة كيما هكايا ونعتبر انه اخطأنا وهذا ماهوش يشتغل في القناة، انتهى الموضوع هذا للتصحيح فقط. لا الحيثيات سامحني يا اسامة ما عنديش وقت على شوية يا اسامة، الحيثيات لا تعنيني هنا يا اسامة. لا تصدر حقي في التدخل ان كانت قناتكم تسمح بذلك. لا هي تسمح ولكن عايشك يا اسامة رجاء اسمعني اسمعني خلينا ما تخرجش عن الموضوع. حتى وضح باش تدخلني في متاهة بينك وبين عمار. لا سامحني، لا ساقاطع المكالمة. لا سامحني اسامة ساقطع المكالمة رجاء نقطع المكالمة. لا ما كملش، اذا كان مش كمل تحكي لي على حيثيات معناها ما عنديش علاقة بها ومش من جنس البرنامج، رجاء الزملاء يقاطعوا المكالمة. سامحني اسامة عاش خويا سامحني ارجوك نكمل.